Yeah, done. Okay, number 15. كمان هذا هذا نوع من الأسئلة الفورم يعني تبع الفانكشن، كمان هذا بينطرح كثير لكم بالامتحانات. الشكل يعني اللي هو بيكون polynomial plus or minus exponential، يعني ما بيكون هون مضروب بx بيكون number عادي أو exponential. أوكي، هلا بيفرق أوقات التيبل اوف فاريشن من ورا هيك الساين، هيدي ممكن تكون ماينس ممكن تكون بلس، بتفرق كثير. هلا بتعرف شو قصدي بس نوصل للتربية. أول شيء هون عطاكم الدومين، كمان هو يحددوا زيرو كلوزد بلس انفينيتي. اوكي، هلا هو طبعا الدومين ماينس انفينيتي بلس انفينيتي اذا بده يشتغل على الكل، بس هو حاب يشتغل بس على زيرو بلس انفينيتي. هلا حد عم يشتغل سؤال هنمرق هيك شي سؤال او سؤالين على الدومين كله على الار، بكره حيبقى ممكن هون يطلع سؤال يكون ديفايند بكل الانتاج. نرجع بالإيكونوميك بارت ساعتها بنلغي الديركت بارت. طيب هون لقينا عندنا 0 بلس انفينيتي، ما عندي مشاكل على الزيرو طبعا، يعني مش ضروري هو يسألك عنها، بس انت اكيد بس رح تعمل التيبل اوبريشن بعد شوي بدك تجيب الاف اوف زيرو، يعني ما بدها شيء بس تحط محل اف زيرو بتنحل. هون بيهمني هلا انا اجيب الليمت على بلس انفينيتي. طيب ليمت للفانكشن از اكس تنس تو بلس انفينيتي مثل ما شايفين في الواقع، الأولى plus infinity minus 2 plus هيدي هون صارت e power minus x، يعني e power minus infinity اللي هي 0. ماشي، فبتروح هيدي عندي بس plus infinity. طلعت لكان الليمت عن infinity infinity، معناتها ممكن يكون في عندي أوبليك أسمتوت هو حيسألني عنه. سألكم بنفس البارت show that the line d كبيرة of equation y equal to x minus 2 is the oblique أسمتوت، يعني انت بدك تجيب الليمت على f of x موضوعين هيك f of x minus y d. هلا هو حطها بسرعة لل y d، مش غلط، هيك هيك limit the difference بين f of x وال y d، هيدي كمان rule صارت نابقة للمرة الثانية، بتنقص ال f of x من ال y d بتروح ال 2x minus 2، هيبقى عندك بس e power minus x بكل بساطة، فبيطلع بيرجع e power minus infinity اللي هي 0. دائما تذكروا لتبرهن لاين هو اسمبتوت، فتكون برهن الليمت للديفرنس between the function and the line is equal to 0. فصار هيدا اللاين اللي هو y equal to x minus 2 is an oblique asymptote تحديدا at plus infinity. طيب يعني اذا بدكم لهلا انا شو عندي معلومات، هلا الزير بعض ما جبناها بس فينا هلا نجيبها، يعني انا هيدي فكره مسوده الكيرف بحب هيك التلميذ يعملها، بس كرمال يصير عنده ثقه بحاله انه يعرف يرسم. اذا بتحطوا هون محل x 0 0 بتروح بيبقى عندكم هون minus 2، هون e power minus 0 يعني e power 0 اللي هي 1، ف minus 2 plus 1 هي minus 1. انا بالنسبة لي الكيرف لهلا اذا بدي اعطي هيك فكرة عنه شو عم بصير، طيب هيدي ال y وهيدي ال x، في عندي طبعا اسمتوت هو y equal to x minus 2 تقريبا بهذا الشكل حيكون معنا. هيدا دي الكيرف منطلق من 0 minus 1 من هون واصل للأسمتوت. هلا الأسمتوت بعدها مش عارفين إذا حيكون above أو below. هلا البارت 2 قالكم show that D أو هو قالكم study the position between C and D. البوزيشن إذا بتجيبوا الديفرنس بين الـ f of x والـ y d جبناها هلا اللي طلعت exponential power minus x. الـ exponential is always positive، ما في برا x هون لعم نسولف equal to 0. فهمتوا كيف؟ مجرد ما طلعت exponential هي اكيد positive for every x، معناتها c دائما شو راح تكون above d for every x. above d يعني الكيرف بده ينتهي هون. اوكي؟ وهي مبلشه من هون يعني صارت واضحه جدا للرسمه، فهي مبدئيا راح تكون strictly increasing. اوكي؟ الا اذا عندها two extremum، يعني طالعه ونازله وراجعه طالعه. هذا احتمال كثير قليل ما يصير، فهلا حتشوفوا انه هي رح تكون الكيرف طالعه من هون ل هون، عامل اسمتوت. طبعا هلا انا عم بسوي هيك بسرعه. هي طالعه طبيعي تقطع مين بطريقه هون؟ الاكس برايم اكس. هيدي هي المشكله هلا اللي كان عندكم اياها انتم لو تعرفوا. لانه هي صراحه انا ما فيني اعمل له سولف هيدا الكيرف. هيدا ما بنعمل له سولف. هلا هي الفكره لهو هالسنه، يعني هي كانت تنطرح كثير هيدي، هالسنه لهو لكم اياها. يعني
فصراحة اشرحها انا يعني ما ازمة، بس السير اي تي هن حينقوا فانكشن بشكل انه تقدر انت تعمل سولف او هو يسألك عنها، يعني ممكن هو يعطيك الفاليو لها. ماشي، هيدي الفاليو هون هلا حنحكي عنها بعد شوي، هي تعيد الالفا. طيب خلينا هلا بالدريفيتيف. لكن جبنا الليمت، برهنا انه عندنا اسمتوت، وبرهنا انه الكيرف هو دائما اباف الاسمتوت. اول معلومات لهلا. هلا بنروح على البارت 3، بده الدريفيتيف والتيبل اوف فاريشن. هون انت وقت تتكل على حالك، ما قال لك شو ذات اف برايم ايكوال امبارح. انت بدك تجيب الاف برايم اوف اكس. قال لك نجيب الاف برايم وست اب ذا تيبل. يعني اذا غلطت بالتيبل اوف فاريشن بتحمل انت المسؤوليه. فانتبهوا منيح. الاف برايم اذا غلطت بالدريفيتيف تحديدا. الدريفيتيف هون، الدريفيتيف لل 2 اكس هي 2. الدريفيتيف لل ماينس 2 0 طبعا. هون بلس اي ماينس اكس، انتبهوا. الدريفيتيف لل اكسبوننشال ماينس اكس هي ماينس اي ماينس اكس. في بلس برا بتطلع ماينس. واضحه؟ هذا الاف برايم اوف اكس. طيب هلا هيدي مانا دائما بوزيتيف، انتبهوا. الاف برايم هون ما طلع دائما بوزيتيف، انما بتوين ذيم طلع في عندي ماينس. لو طالعه 2 بلس ايه كانت دائما بوزيتيف. فهون المفروض انها تعمل سولف ايكوال تو زيرو، لانه انت مش عارف هلا انه هيطلع ريجكتد. اوكي؟ يعني هون طلع عندنا 2 ماينس اي ماينس اكس، المفترض نحن نعمل ايكوال تو زيرو، وهون متوقعين يطلع عندي اكس هون. هلا اذا بتعملوا هون سولف ايكوال تو زيرو، لك شو راح يصير؟ 2 ماينس اي ماينس اكس ايكوال تو زيرو، حتعطيكم اي باور ماينس اكس ايكوال تو، يعني راح تطلع ماينس اكس، هيدي راح تعطيكم ماينس اكس ايكوال لان 2. اذا بتاخذوا ماينس لتاني جهه راح تصير مثل ما هو اعطاكم اياها اكس ايكوال ماينس. طيب اكس ايكوال ماينس لان 2 طلع نيجاتيف نمبر. النيجاتيف انت عم تشتغل باي انترفل هون؟ انتبهوا الاول ما في مشكله، ما عندي مشكله بالنيجاتيف انا بشكل عام. يعني لو انا عم اشتغل بالدومين ماينس انفينيتي بلس انفينيتي كان هيدا عادي اكسبتد. يعني لو هو كان في اختار هيك الدومين. فهمتوا كيف؟ لو انا عم اشتغل ماينس انفينيتي بلس انفينيتي عادي كنا حطيناه هيدا على التيبل. بس بما انه الفاليو الاكس هون طلع نيجاتيف وانا عم بشتغل بالدومين 0 بلس انفينيتي فصار هيدا ريجكت. سينس اكس از بوزيتيف. هون السؤال تبعنا هيك. شو يعني rejected؟ معناتها الـ f prime of x equal to 0 عطتني no solution، ما عندي solution. بس تكون no solution يعني الـ f prime إجبار تكون يا دائماً positive يا دائماً negative. شو عمل هو لتأكد إنه هي positive؟ المفروض تعملها أنت هالشغلة. بتجرب حيلا value f prime بهذا الانترفل. حيلا value اللي بدك إياه. اختار اللي بدك إياه value على f prime. طبعاً بتكون من الزيرو، الزيرو فيك تاخذها على فكرة. لأن الزيرو هي included بالدومين. أنا راح أجرب الزيرو فرض مرة أحيانا بالسبستيوشن. إذا بتحطوا محل اكس زيرو بالاف برايم، هي اللي عم فرجيكم عليها، هي 2 ماينس اي تو ذا باور ماينس زيرو، يعني اي باور زيرو بتطلع 2 ماينس 1 اللي هي 1. 1 از وات بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. معناتها هون رح تكون دائما بوزيتيف. فيك تجرب غير الزيرو يعني. فيك تجرب مثلا اف برايم اوف 1، اف برايم اوف 2. خلص طالما طلع عندك هون نو روتس، يعني طلعت هيدي نو سوليوشن، والاف برايم لازم تكون يا بوزيتيف يا نيجاتيف، فبتجرب فاليو او تو فاليوز حيطلعوا اثنيناتهم بوزيتيف، وبالتالي بتكون هون الاف برايم ما طلعت نيجاتيف. ماشي؟ هلا طبعا من الاساس لو كانت هيدي هون بلس كنا اوام اخذنا قرار انه هي بوزيتيف، بس هون سائبت لما عملنا سولف طلعت السوليوشن ريجكتد لانه طلعت برات الانترفل اللي هو حدده، هو حدد لكم 0 بلس انفينيتي. اوكي هيك بيطلع بوزيتيف، وبالتالي طالع مثل ما توقعنا، طالع الكيرف من ماينس 1 0 ماينس 1 جبناها هون، ما في شيدد اوكي لانه هيدا كلوزد انه اوبن زيرو لا بلس انفينيتي، هي بلس انفينيتي اكيد يعني دايما ماينس انفينيتي. وهون في عندي طبعا اوبليك اسمبل. ماشي هيدا بالنسبه للبارت 3. طيب هلا نجي للبارت اللي بعده. قبل الرسمة فكان سألكم عن هيدي البارت، هنحكي عنها هلا هون. استاذ يعني هيدي ما بتجي بالامتحانات؟ هلا هي فكرة الألفا لهالسنة هن لغوها، هلا هي منا صعبة، هي هلا بشوف هي من ورا التابل فيك تفهموها، مش هلا مش هالقصة يعني. بس إنه هلا السنة بيجيبوا لكم فانكشن بشكل إنه تنجاب الألفا لها، يعني بيساعدك بيقول لك أنت يمكن كالكوليت تكون لو فرضنا بتسفر على 2 بيقول لك كالكوليت اف اوف 2 بتطلع 0 لحالها،
يعني بيظبطها. هلا هي هيدي عاده بتصير اذا الفاليو ما بنعرفه نحن، يعني انا ما فيني اعمل لها صوره للايكويشن هون، فبيظبطوا نوع الفانكشن بشكل انه ما تنطرح هيدي الالفا، لانه هن السنه اللي بروح بس استثنائيه، مع انه ما كانت تحرزي يعني ما معها صعبه، بس خلص نحن ماشيين حسب هن قرارنا. طيب هلا حنشرحها كل الاحوال، انا بحاجه للتيبل هون لفهمكم اياها. طيب عم بقول لكم هون هلا show that، السؤال بالضبط كان show that the equation f of x equal to 0 admits a unique root alpha belong to the interval 0.7 0.8. طيب بدنا نبرهن انه the equation f of x equal to 0 انا عم حاول اشرحها هون عندها unique solution. طيب لو هو عارف انها بتنحل بالسولف هيدي الـ equation هون، رح نرجع نذكركم هي رح اكتبها هون f of x equal 2x minus 2 minus e to the power of plus e to the power e minus x. لو هيدي بتنحل، يعني لو انت قادر تعمل، هلا يمكن في منكم حاولوا يعملوا solve equal to zero، لو هيدي بتنحل ما كان سألكم اياها هيك السؤال، ما كان لف ودار عليكم، كان قالكم بكل بساطة solve the equation f of x equal to zero، أو كان قالكم find the intersection of the curve with the x axis. هي هيدي الفكرة منها، الفكرة من ال f of x equal to zero ليعرف أنت الكيرف بيلتقى مع ال x prime x، وهذا الشيء اكتشفناه نحن من شوي هي طالعة الكيرف انه قاطعة بطريقة اجبار ال x prime x. هلا بعد شوي بنحكي عنه. طيب لكن f of x equal to zero ما فيك تعمل لها solve هون، ليكو بمعنى تاني ولا انا فيني اعمل لها solve، اذا ال function مفصول فيها ال polynomial عن ال exponential، يعني في x بمحل، لو ما في x كانت تنحل، إذا في x بمحل plus or minus exponential x هيدي ما فيك تعمل لها solve equal to zero، ما بتنحل. بنفس الوقت هي بتسفر، يعني في value معين لل x ال f لإله بيساوي zero. ليش؟ طلعوا على التابلو طريش. ال function طالعة من minus 1 اللي هو negative ل plus infinity، هي برجع بقول هي plus infinity اللي هو شو؟ positive. طالعة مرة واحدة ال function. هي وطالعة بطريقة إجباري قاطعة مين هون؟ الاكس، يعني قاطعه الاكس اكسس بشو هون اجباري بالزيرو، لانه طالعه من نيجاتيف لوين؟ لبوزيتيف، يعني طالعه من تحت الزيرو لفوق الزيرو، فطبيعي تقطع بمين؟ بالزيرو. فهون في فاليو نحن للاكس ما بنعرفه، الاف له ايكوال تو وات؟ ايكوال تو زيرو. هيدا الفاليو هو سماه الفا. هي قال لكم اول شيء شو ذات اف اوف اكس ايكوال تو زيرو ادميتس ا يونيك روت الفا، الالفا بتكون بهالانتقال. هلا بقول لكم شو يعني بهالانتقال. اول شيء خلينا نبرهن وجود هذا الالفا، بس هون بتقول لي f is continuous، لازم تقول continuous بسبب انه ممكن يكون الكيرف عامل جاب هون عم نقطع، اذا مذكرين هيك السنه لما كنا نشرحها، هو الجاب يعني ما بيقطعها، فهيك لناكد الموضوع انه بتكون continuous. هو every exponential و every logarithmic function هن دائما بيكونوا continuous بالدومين تبعها، يعني انت مش مضطر تبرهنها بس تذكرها هيدي، هيدي بس هيك يعني معلش استفيدوا منها للجماعه. f is continuous، وهو شو اللي خليها انه تسفر هون؟ لانها طالعه مره واحده. فهي شو كتب هون؟ f is continuous and strictly what increasing. هلا انا بزيد بقول له طالعه strictly increasing from negative to positive. يعني طالعه من negative لبوزيتيف. معناتها على الاكيد ال f of x equal to zero صار عندها شو؟ صار عندها one solution. هيك بكون برهنت انه في عندها solution. يعني هو هون بده شغلتين، بدنا نبرهن وجودها للالفا، ومنا نبرهن انه الالفا بين هالرقمين. هلا فكره تبرهن الالفا بين هالرقمين ما صعبه، كالكوليتر هلا بتشوف. فهون بس الفكره انه انا في عندي سوليوشن طالعه من نيجاتيف لبوزيتيف بتسفر. اوكي؟ على فاليو، هيدا الفاليو ما بنعرفه، سميناه شو نحن هون؟ الفا. يعني في عندي بوينت على الاكس اكسس هلا هي الفا زي. هلا بالنسبه ملاك سالتيني انه هيدي ما بتجي هالسنه. هلا ليكو ما بتجي كسؤال اكيد، بس يمكن يعطيك اياها كجيفن. يعني يمكن هو يقولكم given that the equation f of x equal to 0 has a solution alpha والالفا هي between 0.7 0.8، لازم يعطيكم معلومة عنها كرمال ترسموها على الكيرف. فهمتوا كيف؟ ها هي الفكرة. يعني هو بيعطيكم، يعني بلا بيقول لك show that، بيعطيك اياها مثل given، او بيقول لك we admit that انه كذا كذا. يعني هو بيعتبر انه خلص هو قدم لك اياها مثل هيك gift للسؤال. ماشي؟ بس هو بيعطيكم اياها، انا بهم تفهموا شو المغزى منها. المغزى انه بس نقول f of x equal to 0 نحن عم نحكي intersection للكيرف مع ال x prime x. فنحن هون according to the table of variation
واضح جدا، طالع الفانكشن من نيجاتيف لبوزيتيف فاكيد قاطعه بالزيرو، ما هي الفكره بس، بس بتزيد كلمه كونتينوس معنا، يعني كونتينوس بيستكت انكريزنج فصار عنده سوليوشن زيرو، سوليوشن الفا. هلا لتبرهن الالفا بين هول الرقمين، الالفا لتكون بين هول الرقمين اطلعوا على التيبل، يعني هون بدها تكون مثلا 0.7 قبل الالفا وال 0.8 بده يكون بعد الالفا، صح؟ اذا بتطلعوا على التيبل الاف اوف 0.7 شو لازم يطلع؟ تحت الزيرو، صح؟ يعني لازم يطلع نيجاتيف. والاف لل 0.8 شو لازم يطلع؟ لازم يطلع بوزيتيف، معناتها ضربهم شو بيكون هول الرقمين؟ اذا واحد منهم نيجاتيف والثاني بوزيتيف يعني ضربهم شو لازم يكون؟ نيجاتيف. نيجاتيف. هلا هو حتى بسرعه طبعا انت بتحسبها على الكالكوليتر ما بتحطها هيك قوانين. يعني انت بتحسب الاف اوف 0.7 وبتحسب الاف اوف 0.8 كفاليوز، بتحط عادي محل اكس 4 يعني 0.7 0.8 وبتضربهم ببعض بيطلع نيجاتيف نمبر. فبس يطلع نيجاتيف نمبر بتستنتج ساعتها انه هيدي الايكويشن ايكوال تو زيرو عندها يونيك سوليوشن. يونيك سوليوشن ما في غيرها. ليش يونيك؟ لانه ستريكت انكريزنج، لانه طالع مره واحده ما رجع لف ما رجع نزل مثلا ليكون في سوليوشن ثاني. فهمتوا كيف؟ كل ملك هي يونيك سوليوشن. يعني فهمنا منها هالبارت نحن كل اللي بهمنا انه الكيرف بيلتقى مع الاكس برايم اكس بفاليو سميها هو الفا. اوكي؟ انا كل اللي بيهمني عشان اعرف حط على الكيرف هاي الالفا هي بتوين مين ومين؟ 0.7 0.8 يعني تقريبا 0.75 في الهدف، يعني تقريبا على ثلاث ارباع الكرو. فهمتوا كيف؟ هي المهم تحطها على الكيرف صح. يعني المهم شوف الالفا بشكل منطقي. يعني هي وطالعه بدها تكون تقريبا قاطعه الاكس برايم اكس على فاليو هون بهذا الانتر. هي بس. وهيدي حنستفيد منها هلا بعد شوي بالبارت دي، يعني حيعطيك اياها هو للالفا، هو بيعطيك جيفن للالفا ايكوال لكذا، بس تتذكر انت انه الالفا هي الاف لها، يعني هون تذكر دائما الالفا شو هي؟ هي الفاليو يلي الاف لها ايكوال تو وات؟ ايكوال تو زيرو. هيدي هي. هو نمبر عادي ما تخافوا منه، هو نمبر عادي بس نحن مش قادرين نعرفه 100% من هو. فهو يعني خسرنا انترفال له، يعني الالفا هي فاليو بتوين 0.7 اند 0.8. فيك تحطها انت بشكل دقيق هيك بتقديري على الجراف. يعني تقريبا على 0.75. هو اصلا بالبارت دي هلا حيعطيك اياها 0.75. اوكي؟ طيب. هون بس اعمل ستوب شيل لتروح هيدي عشان ارسمي هلا. ثانية. طلعوا شوي لانه بدي انزل شوي عشان الرسمه. هاي للتيبل طالع على كام؟ من 0 ماينس 1 لبلس انفينيتي، بلس انفينيتي اكيد هون و مير ابين هون في فاليو هون الاكس هون في عندي فاليو الفا الايمج تبعه ايكوال تو وات؟ ايكوال تو زيرو، صح؟ هلا الرسمه هي حننزل شوي لتحت نشوفها جدا واضحه. هي الكيرف طالع من 0 ماينس 1، هو هون اخذ سكيل اخذ كل اثنين كرو هن 1، يعني كبر سكيل شوي. هون فيكم تعملوا هيك لانه ما عندكم ارقام كبيره بالسؤال. ورسم اللاين، هذا اللاين الاسمبتوت، هذا الدي الاسمبتوت. في حدا بعد عنده مشاكل كيف نرسم اسمبتوت؟ تاخذوا تو بارتيكولر بوينتس. هون مرقها هو بال 1 0 وبال 0 ماينس 2. طيب. اوكي؟ بيطلع عندنا الاسمبتوت. الكيرف منطلق من 0 ماينس 1 مطلوع. هو طالع هون مثل ما شايفين اجباري يقطع الاكس برايم اكس، هيدي الفاليو هي الالفا. شايفينها؟ هي تقريبا مثل ما هو توقعنا، نحن برهناها بتوين مين ومين؟ 0.7 0.8، يعني تقريبا على ثلاث ارباع، هيدي مظبوط. هيدا ال1 هيدا 0.5، يعني تقريبا على النص بيناتهم 0.75. فهمتوا كيف؟ هي الفكره لتساعدكم، يعني هي طالعه كرمال التمييز يعرف، يعني اذا عرف انه قاطع الاكس اكسس يعرف وين مرقها تقريبا. هلا هي لحالها حتطلع منطقيا هون، يعني على فكره هيدي السؤال يعني اذا بما انه هالسنه ملغى ممكن ما يسالك اياه اصلا، مش حتضيعك انت في التمييز، خلص اذا طالعه من هون رايحه اسمبتوت لهون فيك تمرقها حيلا بالاكس برايم اكس، يعني تطلع هي لحالها منطقيا مرقها هيك. فهمتوا كيف؟ يعني مانا مزاجي. وضحت؟ بس انه هيدي هون ان بلس هو حب يسالها لانه حنستفيد منها بالايكونوميك بارت. ماشي؟ هيدي هي، بس انه انت ما لازم تضيعك، يعني انت حتى لو هيدي ما عرفت تحلها فيك ترسم الرسمه عادي، طالما انت عارف طالعه من هون خلص. الفرق بس انه هيدا الفاليو اللي قاطع فيه الاكس اكس انت صرت مش عارفه شو هو، بس انت فيك تستفيد من الجيفن، يعني هو قال لك برهنها بتوين مين ومين؟ 0.7 0.8. اوكي؟ فتطلع هون تطلع عندي اسمبتوت above the asymptote.
مش الحال؟ بس بدنا ننتبه هلا للبار بي انه الالفا يلي هو اعطاكم اياها هلا ابتداء من هلا 0.75 الفاليو اف اوف 0.75 ايكوال تو وات؟ ايكوال تو 0. يعني هلا تحت بعالم الفانكشن اذا انت بحاجه لتعرف اف لشيء ايكوال ل 0 هذا الفاليو من حيكون هو الالفا اللي هو 0.75. اوكي يعني طالما حدد لك اياها هلا بالبار بي معناتها اكيد حنستفيد منها. هلا الفانكشن اف اوف اكس حنشوف هلا شو حتكون، ما بنعرف شو هي اذا 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 افريج كوست او توتال كوست او بروفيت او او ديريفيتيف، هلا بنشوف شو بس الا ما تطلع شيء تحت الاف اوف اكس. اوكي هيدي الفانكشن اللي عندنا اياها. فينا نروح على البار بي مش الحال؟ استاذ يعني سوري نعم اذا ما كان عطينا 0.7 و 0.8 كان فينا انه نحط مثلا بوينت على ال 1. هلا لك هو حسب هو الاسئله لازم يعطيكم انتبه، لازم يعطيكم انتبه لازم نرجع لقبل. بس انت بالنسبه لك ما فيك يعني هي اكيد منطقيا يعني هي وطالعه طلعي طبيعي تكون قبل ال 1 قاطعه صح؟ طلع هي هون ما هو الاسهم توت اصلا مالق بال 1 0 وهي الكيرف طالعه من هون عين باسهم توت يعني طبيعي قاطع الاكس اكسس بيفور مين؟ بيفور 1 ومش حتى بيفور 0.5 لانه يعني بصير شكلها بشع رسمي يعني مش معقول تضايقيها كثير هون وترجعي تعمليها هيك يعني مش معقول تكون طالعه هيك معقول تكون طالعه هيك هون بعدتي عن الاسهم توت هي هون هي الاسهم توت مش معقول تعقف هيك الاسهم انت كيف؟ فهي منطقيا لحالها بتطلع هيك بهالشكل هيك هلا كانت رح تفرق معك يمكن شوي هون او بعدها بشوي ما في مشكله وطلب صح بس هو عادة بس يعطي هذا النمط من الأسئلة دائما بيعطي انترفال يعني بيجي بيقول لك برهن انه الالفا بتوين هذا النمبر وهذا النمبر كرمال قد ما في حددها بيحصل بس الأهم هلا للبارت بي انه بيعطيكم من هي الالفا يعني هو بيعطيك فاليو لإله لتعرف تكفي السؤال. اوكي؟ اوكي يلا هنروح على البارت بي. البارت بي هون في شوية شغل أكثر في قصة المارجنال كوست هيك عشان ما ننسى هذا هيك حبيت اساله عشان ما يكون دائما اسئله هن ذاتهم مثل بعض انه انا اعطيك تاك التوتال كوست وانت جيب البروفيت عشان ما ننساش هالقصص تبع الافرج كوست والمارجنال كوست هيدا في تحديد على الافرج ولا مش بجوز تكونوا ناسيهم هلا من ذاكرتكم الجيفن هون لكان اعطاكم المارجنال كوست ما تنسوا سي ام اوف اكس هيدا المارجنال كوست هيك وقتها سمعناه نحن ماشي اذا بترجعوا له لهون لانه في تو فانكشن مش عم نشتغل فيهم من زمان هن المارجنال كوست والافرج كوست ما تنسوهم هول هنرجع نذكركم فيهم نرجع اكيد بس انه هون في سؤال عليه عطاك الجيفن للمارجنال كوست يلي هي 3x سكوير ماينس 4x بلس 2 بلس x ماينس 1 اي ماينس x لهلا ما له علاقه بالفانكشن ما بنرجع نذكركم هون حكتبها للفانكشن ها الفانكشن هي رح تكون 2x ماينس 2 بلس اي ماينس x هلا حتشوفوا كيف حتبين الفانكشن اخر شيء هذا المارجنال كوست اعطاكم الاكس ان هندردز اوف اوبجكتس والكوست ان ثاوزند اوف يورز اليونت الاكس 100 واليونت للفانكشن كوست هي 1000 طيب اول بارت عم بقول لكم نو ذات سي اوف 0 ايكوال تو 0 هيدي لازم انت تعملها اصلا يعني كانك بتعمل هلا هو اعطاكم يا نو ذات فيش داعي تعمل فيريفيكيشن بس هي الافضل تعمل فيريفيكيشن الهدف انه نبرهن انه التوتال كوست از جيفن باي ذس انا بعرف انه هيدا هو التوتال كوست طيب نحن بنعرف شو العلاقه بين التوتال كوست والمارجنال كوست اوكي مارجنال كوست هو مين دائما هو لازم يكون الديريفاتيف لمين للتوتال كوست صح لما كنت انا شو كنتوا معودين انتوا معودين انا اعطيك الكوست واقول لك جيب المارجنال كوست فشو كنت تعمل كنت تعمل للتوتال كوست ديريفاتيف هون انا اعطيتك اياها للمارجنال كوست وقلت لك برهن انه التوتال كوست ايكوال تو ذس يعني كمان اعطيتك اياها يعني بيكفي تعمل فيريفيكيشن انه الديريفاتيف لهيدا اللي هو التوتال كوست اللي اعطيته لازم يكون بيساوي مين؟ المارجن كوست فهمتوا كيف؟ فهلا كل اللي حنعمله نحن بس بدنا نعمل ديريفاتيف لهيدا الجيفن اللي هو اعطاني اياه للفانكشن كوست لنبرهنها ايكوال لمين؟ للمارجن بس بتعملوا ديريفاتيف سي برايم اوف اكس رح تطلع معكم اكس كيوب هي 3 اكس سكوير بلش يبين شيء ماينس 2 اكس سكوير الديريفاتيف تبعها ماينس 4 اكس هيدا بلس 2x الديريفاتيف تبعها بلس 2 هيدا بقي عندك هاي هلا انت هيدي شكلها يو تايمز في بتحط ماينس وبتفتح براكت مثل ما عملها شايفينها هيدي شكلها يو تايمز في يعني يو برايم اللي هي 1 تايمز في اللي هي اي ماينس اكس بلس
v برايم اللي هي ماينس اي ماينس اكس تايمز يو اللي هي اكس. اوكي ترجع تنقلهم هون راح يطلع عندك 3 اكس سكوير ماينس 4 اكس اللي اغلاط هون النقل مش مشكله بلس 2. هون هلا رجعوا خذوا الاي ماينس اكس كومن فاكتور في برا ماينس ها انتبهوا انت اذا اخذت برا ماينس فتحت براكت حيطلع 1 ماينس اكس اي ماينس اكس هيك حيطلع عندك تابعوا معي يعني هيدي هون اذا بدي انتقل انا من هون لهون في عندي ماينس برا هيدا في ماينس هون اذا اخذت الاي باور ماينس اكس كومن فاكتور مثل ما انا معوض هون هيدا راح يطلع هون 1 وهون بلس ماينس ماينس اكس بس هو بده اياه هون شوف هون اكس ماينس 1 برجع بقلب الساين يعني هي الماينس بتصير بلس وجوا شو بتصير هلا اكس ماينس 1 اي ماينس اكس فيري فاين فصارت هيدي ايكوال لمين يعني ايكوال للمارجنال كوست انت لتبرهن انه فانكشن معين هو اعطاك اياها هي توتال كوست بيكتب برهن انه الدريفاتيف تاعيتها ايكوال لمين للمارجنال طبعا من نعمل فيريفيكيشن انه سي اوف 0 ايكوال تو 0 هي فكره فيكست كوست هيدي هلا هون فيكست كوست هو صفر سائل يعني اوكي يعني طبعا مش منطقي السؤال يعني ما في يكون كل الكلفه تبقى صفر يعني مش عم بتكلف شيء مش عم بدفع اجارات او شيء يعني بس انه هي عاده بس بدنا نبرهن انه فانكشن معينه هي توتال كوست بدنا نبرهن شغلتين بدنا نبرهن بكون هو معطيك معلومه عن الفيكست كوست بكون هو قال لك مثلا ذا فيكست كوست از 2 مليون ليره لبنانيه بدك تبرهن ساعتها انه سي اوف 0 ايكوال تو هلا هون هو قال لك فيكست كوست هو 0 يعني بدك تبرهن بس انه سي اوف 0 ايكوال تو 0 فهون بس اذا بتحط محل الاكس 0 بالفانكشن راح تطلع اخر شيء كله 0 بس هيك يعني بتعمل فيريفيكيشن للجيفن اللي اعطاك اياه بس مش الحال بس هون حبينا نذكركم بفكره انه العلاقه بين التوتال كوست والمارجنال كوست هي انه الديريفيتيف للتوتال كوست ايكوال مين marginal cost. انت معود العكس معود انا اعطيك التوتال كوست واقول لك فايند marginal cost يعني تعمل انت دريفيتيف تطلع معك ثالث هون حب يعطيك اياهم اثنيناتهم اقول لك بس اعمل لي فيريفيكيشن انه هيدي هي marginal cost مش الحال؟ yes. ثاني بارت راح للافرج كوست كمان هون بدنا نذكر بالافرج كوست يعني هذا السؤال ما خصه للبروفيت مش تبع العطل الافرج كوست كمان هون كرمال ما ننسى يلي هي كنا نعطيها نوتيشن سي بار اوف اكس الافرج كوست هي التوتال كوست اوفر اكس اوكي هو المعدل يعني بنقسم بالعدد هو دائما الوسطي هذا الكلفه الوسطيه هي الكلفه الكليه على العدد الانتاج اللي هو اكس اوكي هيك بتاخذوها انتم باختصار فهي التوتال كوست سي اوف اكس اوفر اكس التوتال كوست هيتها هو اللي اعطاكم اياها هلا إذا بتقسموها بX فيكم تاخذوا هون X common factor تطلعوا كلهم فيهم X إذا بتاخذوا لبرا X common factor راح تصير X square minus 2X plus 2 minus A minus X over X فينا نعمل simplify فبتصير بكل بساطة X square minus 2X plus 2 minus A minus X هيدي مين؟ هيدي الـ average cost لهلا إذا منتبهين بعدنا ما جبنا سيرة الـ F of X بعده ما استفاد من الألفا هون ما تنسوا اعطاكم الالفا ايكوال 0.75 بستفيد منهم ما عادش عندي الا بارت وحده بالسؤال او تو بارتس عفوا يعني هذا هلا جاي لهم فهمتوا؟ هيدي الافرج كوست اللي هي الاكس سكوير ماينس 2 اكس بلس 2 ماينس 1 هلا شو قال لكم؟ شو ذات سي برايم بار اوف اكس ايكوال اف اكس هون اجى دور الالفا يعني بدكم تعملوا ديريفيتيف للافرج كوست اللي جبتوها هلا هيدي الديريفيتيف تاعيتها راح تشوفوا اكس سكوير هي 2 اكس وهون ماينس 2x هي ماينس 2 2 الدريفيتيف تبعها بتروح 0 وهيدي ماينس اي ماينس اكس الاي ماينس اكس لحالها الدريفيتيف تبعها ماينس اي ماينس اكس مضروب بماينس بتصير بلس اي ماينس هيدي مين؟ هيدي الفانكشن فبتكون فيري فصارت السي برايم بار اوف اكس هي ذاتها مين؟ الاف اكس اتفقنا؟ شوفوا هلا كيف رح يدخل الالفا بعده ما استفدنا الالفا واعطاكم اياها بالسؤال ما نستفيد منها. ليك شو قلت هلا؟ For what number of objects the company realize a minimum average cost? Minimum average cost. يعني هوني بدنا نسأل حالنا نحن ايمتى الـ average cost is minimum؟ امبارح ما لقيت هيك. هوني ما عندي table of variation للـ average cost. مش عامل table of variation لأنه الـ average cost مش هي ذاتها function. انتبهوا. C bar of X هون هي function ثانية ما بنعرف شو هي. فهوني بدي استفيد من قصة الـ derivative اللي حكي عنها امبارح.
يعني بدنا نقول له انه the average cost تيكون minimum لازم يكون الديريفاتيف تبعه equal to what؟ equal to zero. صح؟ مش هي الرول؟ حيلا function لتكون minimum لازم يكون الديريفاتيف تبعه equal to what؟ to zero. هون عم نحكي نحن مش عن total cost، عم نحكي عن average cost. فال average cost تيكون minimum معناتها الديريفاتيف لل average cost بيكون zero. هلا بعدك مبرهن انت انه الديريفاتيف لل average cost هي مين؟ هي الاف اوف اكس، معناتها الاف اوف اكس ايكوال تو زيرو. هون بترجع للبار فوق. يعني انت طلعت بتسفر الاف اوف اكس ايكوال تو زيرو ذا فاليو شو سميها هو فوق؟ الفا. يعني لما قال لكم شو ذات اف اكس ايكوال تو زيرو عندها يونيك روت شو سميناها الفا؟ واعطاك الالفا هو بدايه البار بي. هون اول بلش بار بي قال لكم جيفن ذات الفا ايكوال 0.75 هو اعطاكم. فالالفا شو راح يكون هون؟ 0.75 يلي هي بتعني بضرب الاكس بالهندردز، الاكس هون هي الفا، يعني معناتها كم اوبجكت هيدي 950 سوري 0.75 يعني 75 اوبجكتس. وضحت؟ هو عم بقول لكم فورورد كمان استفدنا منك، معناتها اذا انا عم بنتج 75 اوبجكت بهيدي الحاله الافرج كوست عم بيكون شو؟ ما سأل لا بروفيت ولا شيء، ما جاب سيرة، يعني ما جبنا سيرة المبيع هون. هون نركز على المارجنال كوست وعلى الافرج كوست. حدا عنده سؤال علي البارت الأخيرة؟ بس أستاذ إنه ما استفدنا منها، ما نحن طلعنا الأكس كمان. كيف ما استفدت منها؟ استفدت منها إنه هون طلعنا الأكس. إنه أنت الأفق وين قصدك ما استفدت منها؟ قصدي إنه نحن طلعنا هون الأكس، بعدين طلعت إنه الأكس إيكوال لألفا. ما هي الفكرة انه انت انه استفدت من فوق انه السي بار برايم اوف اكس هي ذاتها مين؟ الاف اوف اكس.